السلام عليكم شباب. بالنسبة للمحاضرات السابقة اللي كانت في الكتاب رقم واحد الجزء رقم واحد، تكلمنا على أساسيات الحاسوب ومكونات الحاسوب وفوائد الحاسوب وجميع الأمور المتعلقة بالحاسوب. جميع هذه الأمور كانت بالفصل الأول. بالفصل الثاني سوف نتكلم على تطبيقات الحاسوب، الأمور اللي موجودة بالحاسوب أو البرامج اللي موجودة بالحاسوب راح نتكلم عليها. أولى هذه التطبيقات هو برنامج المايكروسوفت أوفيس. برنامج المايكروسوفت أوفيس يتكون من عدة برامج، من أهم هذه البرامج هو برنامج المايكروسوفت أوفيس وورد، اللي هو برنامج الوورد. بعدين راح ناخذ الباوربوينت. اذا بالبداية راح نتكلم على الوورد وبعدين راح نتكلم على الباوربوينت. بالنسبة للمايكروسوفت اوفيس بعدة اصدارات، يعني عندنا 2003، عندنا 2007، عندنا 2010، عندنا 2013، عندنا 2017، وعندنا 2016، وعندنا 2019، واخر الاصدارات اللي موجوده عندنا اللي هو اصدار يسمونه المايكروسوفت، طبعا هذا اللي انا مستخدمه، خليني افتح الكاميرا حتى تشوفونه، اللي هو يسمونه المايكروسوفت اوفيس. افتح لكم صفحه من عنده حتى تشوفونه يكون لكم واضح. طبعا هذا اللي انا استخدمه، بميزات كل الجميلة. هذا يسمونه المايكروسوفت وورد 665، مايكروسوفت وورد 665. هذا آخر إصدار نزل، وهذا الإصدار بجميع التفاصيل اللي موجودة بالإصدارات السابقة بالإضافة إلى بعض الفيتشرز اللي موجودة به. طبعا هذا ما ينزل، لان هذا ما ينزل لاي شخص، لان هذا استخدامه بفلوس. ونفس الحالة حتى تفتح الاكتيفيشن مالته، يعني حتى تفتح جميع التفعيلات مالته يراد تشترك بالمايكروسوفت اوفيس اللي تابع شركة مايكروسوفت. طبعا انا مشترك عندي، وهذا حساب مالتي الخاص بي ومشترك بي وعندي هواي تفاصيل بي. بالنسبة للإصدار اللي مطلوب من عندنا حتى ندرسه، اللي هو مطلوب من عندكم أنتم كمنهاج وزاري، اللي هو الإصدار 2010 اللي موجود عندكم بالكتاب اللي إحنا راح نتكلم عليه. راح نبدي المنهج مالتنا ونبدي جزء جزء بالمايكروسوفت وورد. طبعا أول شيء بالفصل الأول أنه كيفية تشغيل برنامج مايكروسوفت وورد. طبعا بالنسبة لكيفية تشغيل مايكروسوفت وورد تختلف من برنامج أو من حاسبة إلى حاسبة، يعني حسب النظام اللي موجود بالحاسب. يعني مثلا أنا حاليا بالحاسبة مالتي موجود نظام اللي هو نظام ويندوز 8. الويندوز 8 من أجي أنا أفتح مايكروسوفت أوفيس أو مايكروسوفت أوفيس وورد، راح أجي بالبحث مالتي اضغط على البحث، بالبداية اضغط على الستارت، وبعدين اجي للمكان اللي ابحث به، هذا المكان اللي ابحث به، واكتب مايكروسوفت وورد، راح يطلع عندي المايكروسوفت وورد مثل ما تشوفون قدامكم. زين، هذا المايكروسوفت الوورد اللي هو 665 اللي موجود عندي. زين، اذا اريد ادخل على المايكروسوفت اللي هو 2010 شو اسوي؟ هم اكتب وورد 2010، يعني اكتبها كامله مثل ما تشوفون، طلعت للمايكروسوفت وورد اللي موجوده عندي. تشوفونه؟ من اجي افتح المايكروسوفت وورد راح يفتح عندي. طبعا هذه الطريقه الاولى. اكو طريقة ثانية
اللي هو رايت كليك على سطح المكتب، وبعدين انزل على نيو واختار المايكروسوفت وورد دوكيومنت. هذا شوفونها، اعيد مره ثانيه، رايت كليك على سطح المكتب وبعدين اختار فشي يسمونه نيو وبعدين اختار مايكروسوفت وورد دوكيومنت. اذن هاي صارت طريقتين. هذه الطريقتين اني استخدمهن وين؟ بالحاسبه مالتي اللي هي الويندوز 8. بالنسبه للطريقه الثانيه تمشي ويا جميع الحاسوبات، بس بالنسبه للطريقه الاولى عمليه البحث بكل نظام يختلف. يعني مثلا بالويندوز 7 من اجي ابحث اني راح اضغط على ستارت، راح تنفتح لي صفحه، وبعدين داخل هاي الصفحه يكون مربع صغير لي جوا اسوي عمليه البحث. او اقدر اقول له ستارت، هذا الكلام بالنسبه للويندوز 7، اقدر اسوي له ستارت بعدين اقول له اول بروجرامز، وبعدين ادخل داخل اول بروجرامز وابحث على المايكروسوفت اوفيس، بعدين ادخل داخل المايكروسوفت اوفيس وبعدين اختار المايكروسوفت وورد. ونفس الحاله بالنسبه للويندوز 10 البحث مالته يكون مشابه او قريب المن للويندوز 7. اذا خلينا نجي نسوي رايت كليكس على سطح المكتب ونختار نيو وبعدين نختار مايكروسوفت وورد دوكيومنت. راح يفتح عندي المايكروسوفت وورد واسوي له رايت كليك اوبن، وراح يفتح عندي مايكروسوفت وورد 2010. هذا الشكل مالته طلاب مثل ما تشوفون، يبدي يحمل شويه شويه وبعدين راح ينفتح عندي. زين، سؤال، ليش انا من اجيت ضغطت رايت كليك هنا وقلت له نيو وضغطت على المايكروسوفت وورد طلع لي هذا المايكروسوفت وورد، ليش ما طلع هذا المايكروسوفت وورد الحديث؟ شنو السبب؟ السبب لان انا انطي اعاز انه هذا المايكروسوفت الحديث افتحه بطريقه واحده. يعني من اروح ادخل عليه او ادخل على فولدر تابع له مثل ما تشوفون وافتح فولدر جديد وبعدين اسوي له سيف از وابدي اشتغل عليه. العمل بهذا مشابه للعمل للمايكروسوفت وورد 2010 بس ببعض الاختلافات البسيطة. طبعا حتى الشكل مالته شوفونه، يعني اقدر اغير الشكل مالته من فايلز وادخل على الاوبشنز، وعندي هواي تفاصيل اقدر اتلعب بيها. موجود عندي الوان، موجود مثلا هذا الثيم، هذا بلاك، اقدر اعطيه مثلا هذا اللون. شوف هذا اللون شنو راح يتغير الشكل مالته. هنا رجعة على الأسود لأن أنا متعلم أشتغل بالأسود. طبعا موجود عندي وايت وعندي دارك وعندي بلاك وعندي هواي ألوان موجودة عندي مثل ما تشوفون. طبعا هاي ثيمز موجودة وين؟ فقط بهذه النسخة مال ويندوز. نرجع لمن؟ نرجع للويندوز مالتنا. خلينا نجي نمشي على الملزمة مالتنا جزء جزء، او الكتاب اللي موجود عندنا حتى يكون عندنا المنهج واضح. اذا كيفية التشغيل صارت كلش بسيطة عندنا. واجهية برنامج مايكروسوفت، من اجي افتحاني الواجهية مالتي راح تكون بهذا الشكل. الواجهية ايش بيها؟ بيها هواي تفاصيل. اول شيء المكان اللي اكتب بيه مثل ما تشوفون، هذه الورقة البيضة هي المكان اللي اكتب بيه. يعني شريد اكتب اني اكتب مثلا علي احمد، واذا اريد اكتب بالعربي ماكو مشكلة، احمد علي ماكو مشكلة، اقدر اغير واقدر اكتب الشيء اللي اريده اني. هذه اول جزء موجود عندي. الجزء الثاني اللي هو موجود عندي لي فوق اللي هي تشوفونها طلاب، هذه يسمونها الرايبونز او يسمونها التبويبات. بالنسخ القديمه كان موجود عندي شنو؟ كان موجود عندي منيو قوائم منسدله. تعرفون القوائم المنسدله؟ خلنا اشوفكم القوائم المنسدله. هذه القوائم المنسدلة، فايل
edit view تشوفونها من اجي اوقف عليها او اضغط عليها راح تنفتح لي قائمه فرعيه. هنا لا تختلف بالمايكروسوفت اوفيس. بالمايكروسوفت اوفيس عندي فشي يسمونه الرايبونز او التبويبات، من اجي اضغط عليها راح تنفتح لي تبويبه، وكل تبويبه تختلف عن التبويبه الثانيه، كل وحده منعتهن لها عملها الخاص بيها. بعد ايش موجود عندي؟ عندي لي فوق هذا تشوفونه طلاب، هذا يسمونه الكويك اكسس تولز، اللي هو شريط الاستخدامات السريعه او الادوات ذات الاستخدامات السريعه. من اقول ادوات ذات الاستخدامات السريعه يعني امور انا استخدمهن دائما بالمايكروسوفت وورد. يعني هذه التبويبات يجوز مو كلها استخدمها انا بالوورد، استخدم فقط الاجزاء اللي انا احتاجها. بس بالنسبه للكويك اكسس تولز لا دائما استخدمه. يعني مثلا عندي هذا الاندو وريدو، الاندو وريدو اللي هو التقديم والتاخير، هذا جدا مهم. عندي شنو؟ عندي السيف، هذا جدا مهم، واقدر اضيف هواي تفاصيل موجوده عندي. شوفوا طلاب، هذا الاندو، هذا الريدو، من اجي اضغط على الريدو راح تنضاف عندي الريدو، هذا الريدو. اوكي، واقدر اضيف عندي مثلا الاوبن، فتحت عندي الاوبن. وبنفس الوقت اذا اريد احذف اي وحده من عندهم فقط اشيل الصح، اذا اوبن اشيل الصح راحت الاوبن، الريدو اشيل الصح راح الريدو. اذا هذه هم كذلك احدى الامور اللي موجود عندي بالمايكروسوفت وورد 2010. بعد ايش موجود عندي؟ اذا تشوفون باسفل الصفحه اللي هو عمليه الزوم، يعني اذا اريد اكبر الصفحه او اصغر الصفحه اقدر استخدمها من هذا المكان. هنا ايش موجود عندي؟ اذا تشوفون لي بالاسفل هنا موجود عدد الصفحات وعدد الكلمات واللغه اللي اكتب بها اني. يعني هنا انا اقدر اضغط على العربيك اراك واغير اللغه مثل ما اريد اني، وبنفس الوقت طبعا هنا اللغه اقدر اغيرها، وبنفس الوقت اقدر شو اسوي؟ اقدر اشوف عدد الكلمات اللي موجوده عندي، وبنفس الوقت اقدر اعرف عدد الصفحات اللي موجوده عندي. يعني مثلا حاليا عندي صفحه واحده من صفحه واحده، من انزل لي جوا نزل الصفحة ثانية، إذا صارت عندي شنو؟ صفحتين، وحاليا أنا وين؟ بالصفحة الثانية. يعني الرقم الأول اللي هو يمثل لي عدد الصفحات، والرقم الثاني اللي هو وين موجود أنا بيا صفحة. أوكي؟ أو العكس العفو، الرقم الأول اللي هو يمثل لي شنو؟ بيا مكان أنا موجود بالصفحات، والرقم الثاني اللي هو يمثل لي عدد الصفحات اللي موجودة عندي. هذه صورة ملخصة الأجزاء الرئيسية اللي موجودة بالوورد. طبعا احنا حاليا بعدنا ما داخلين بالتبويبات، خلينا نرجع للمزمة مالتنا حتى نمشي جزء جزء بالمزمة. أول تبويبة عندنا موجودة اللي هو تبويبة ملف فايل تاب. ها نجي نشرح تبويبة الفايل تاب اللي هي هذه أول تبويبة موجودة عندي. من أجي أضغط على الفايل تاب ضغطة واحدة راح تنفتح لي راح تنفتح لي صفحة فرعية، وهذه الصفحة الفرعية بها عدة تفاصيل. يعني مثلا عند السيف نعرفها عملية سيفنج، عملية حفظ. عند السيف از حفظ باسم معين وبمكان معين. عند الاوبن اذا عندي اني فايل مسوي له عمليه سيف واريد افتحه مره ثانيه اسوي له اوبن. كلوز اسوي عمليه كلوز. انفورميشن عندي عده انفورميشن اذا اريد استخدمها، يعني مثلا اذا اريد اسوي عمليه برودكت للدوكيومنت مالتي، يعني هذا الوورد مالتي اريد اضيف له مثلا فد باسورد ما حد يقدر يفتحه الا بوجود هذا الباسورد، سوي له باسورد. هاي الامور ان شاء الله راح نتعلمها. ريسنتلي شنو معناته؟ معناته الفولدرات اللي انت فتحتهن
بأقرب وقت، يعني آخر فايلات أنت مستخدمها وين؟ بالمايكروسوفت وورد. نيو إذا أريد أسوي شنو؟ إذا أريد أسوي صفحة جديدة نيو طبعا. أما أقول له بلاك دوكيومنت صفحة جديدة فارغة، أو أقدر شو أسوي؟ أقدر أختار تامبلت من هاي التامبلت اللي موجودة عندي. التامبلت اللي أقصد بيها صفحة مسوينها هم الشركة وضايفين عليها بعض التفاصيل. يعني مثلا إذا أريد مثلا خلينا نفتح الكالندر، ايش راح تنفتح لي؟ راح تنفتح لي عدة صفحات، شوفوهن. أقدر أختار أي صفحة من هذه الصفحات وأعدل عليها، ماكو مشكلة. أو أقول له أختار نيو وأختار أي تامبلت ثاني. التامبلت اللي هو معناته قالب جاهز للعمل. أكثر الأشخاص، أكثر الأشخاص هم يقومون بكل هذه التفاصيل. يعني أنا واحد من الناس أنه دائما أختار صفحة فارغة، وعلى أساس هذه الصفحة الفارغة أكمل شنو؟ أكمل الحل أو أكمل الشغل مالتي. يعني أنا أبني لصفحة جديدة بنفسي، ما أختار تامبلت. البرنت معروفة، البرنت عملية الطباعة، هنا عدد الصفحات اللي أريد أو عدد الفايلات اللي أريد أطبع هناني. يعني كم نسخة أريد أسوي؟ نسخة نسختين، ثلاثة أربعة كوبيز اللي هي النسخ. هنا أختار نوعية الطابعة اللي موجودة عندي، وهنا أختار شنو البيجز، إيش كم بيجز تريدها. أما أقول له أختار لي كل البيجز، أو أقول له برنت كورنت بيجز. كورنت بيجز شنو معناتها؟ معناتها الصفحة اللي طالعت لي حاليا هي أطبعها. أو أقول له مثلا هنا أقول له مثلا أطبع لي مثلا من واحد، تبدا بالانجليزي، من واحد سلاش مثلا 20، اطبع لي من الصفحه الاولى للصفحه 20، ماكو مشكله. هنا عندنا عده تفاصيل هم كذلك. مثلا عندنا الصفحه تريدها A4 او تريدها A3 او A5 او شنو الصفحه تريدها، نوعيه الصفحه. هذه كلها ان شاء الله راح ناخذها بالتفاصيل بالتبويبات مالتنا. طبعا هنا عملية المارجينج، نورمال مارجينج، او يعني بين قوسين انه الصغر الصفحة، يعني الصغر عملية احنا نسميها المسطرة، الصغر المسطرة او تكبر المسطرة حتى شنو، حتى تطلع لك صفحة واضحة وكاملة. هاي الامور ان شاء الله كلها راح اشرحها من اوصل لمن، اوصل للفيو. الفيو هاي كل التفاصيل موجودة بيها. Save and Send طبعا هذه تقدر انت تسوي عملية Save وترسل هذا الفولدر عن طريق البلوتوث، او تسوي عملية Publish، او تسوي عملية Save to PowerPoint، يعني راح يسيف على شكل PowerPoint، او تدزه عن طريق الايميل، او تدزه عن طريق الويب. هذه تفاصيل ثانية هم ان شاء الله. هنا Sending بال XPS، او هنا sending as pdf يعني تحفظ على شكل pdf رأسة، او sending internet fax، او sending attachment، اوكي يعني تسوي له attachment بالايميل وتدزه. الهيلب تفاصيل اذا شيء انت ما تعرفه تقدر تبحث هنا عليه بالهيلب. والاوبشنز هذه تفاصيل تابعة لمن، تابعة للنظام، يعني تقدر تغير به شغلات. يعني مثلا تقدر تغير حجم مثلا اليوزر، تريد تغير مثلا الثيم مالته، شوفوا الثيم هنا تقدر تغير، يعني تقدر تسوي مثلا سيلفر او بلو او غاشي، اوكي تختلف ذن الثيمات على الثيمات اللي موجوده بذاك النظام الحديث. تقدر تضيف اللانجويج مالته، حاليا هذا بالانجليزي تقدر تحوله بالعربي. عندك الادفانس، عندك تفاصيل ادفانس موجودة عندنا. هذه الادفانس تتلعب لي بالارقام وتتلعب لي بهواي تفاصيل، ان شاء الله راح ندخلها بالتفاصيل ونشوفها ونشوف الفائدة منها. الكوستمايز رايبون هم كذلك نقدر نشوفها. الكوستمايز رايبونز اللي هو نفس هذا، اوكي الكويك اكسس تولز، بس تقدر تضيف عليه بعض الادوات اللي موجوده عندي، تسوي له عمليه اضافه او عمليه
حذف الكويك اكسس تولز اللي هو هذا الكويك اكسس تولز اللي هو شريط ذات الوصول السريع، هم كذلك تقدر تضيف عليه وتقدر تحذف من عنده. وعندنا تفاصيل ثانية هم كذلك ان شاء الله راح اشرح لكم اياها بالتفاصيل. إذن هذه هي التبويبة الأولى اللي هي تبويبة الفايل. نجي للكتاب مالتنا. التبويبة الثانية اللي هي تبويبة الهوم. المن إلى تبويبة الهوم، ونشوف الهوم شبيهة من فوق من التبويبة هذه من الرايبون. أضغط عليها كليك واحد وأشوف شنو الأجزاء اللي موجودة داخل الهوم. طبعا الهوم من أهم التبويبات اللي موجودة عندنا، يعني كل ما استخدم أنا برنامج المايكروسوفت وورد لازم استخدم شنو؟ استخدم الهوم. نجي الى اول جزء تبويبة الهوم يسمونه الكليبورد. كليبورد طلاب بهواي تفاصيل مهمة. اولا عندنا البيست، عندنا كوبي كات، وعندنا البيست. نعرف ان ذا نواثات عندنا البيست اللي عملية لصق، والكات والكوبي عملية استنساخ وقص. نجي المن للفورماتينج بنتر. شنو هذه؟ هذه جدا مهمة. يعني خلينا نضرب لكم مثال بسيط. مثلا نجي ندخل على هذا الشابتر، هذا الشابتر الثاني تابع الأطروحة. هذا الشابتر إذا تشوفون هنا عندنا ترقيم، شوفون هذا الترقيم 2.1. الشابتر الثاني النقطة الأولى. هنا عندي الشابتر الثاني النقطة الثانية. ومرات تصير عندي نقاط فرعية، الشابتر الثاني النقطة الثانية النقطة الأولى. هذه شلون أقدر أوحد أني؟ شلون أخلي مثلا أنه هاي يصير عندي موحدة؟ يعني أنا من أجي أنزل لي جوا راح ألقى النقطة اللي هي بعدها مباشرة. شوف هذه داخل يعني هذه واحد واحد اثنين، يعني نقطة داخل نقطة. هذه شلون أقدر أسويهن بالتسلسل؟ شلون أقدر أسلسلهن؟ ها أقدر أسلسلهن بطريقة واحدة اللي هي باستخدام الفورمات بنتر. الفورمات بنتر اللي هو عملية أضغط عليها ضغطة واحدة، عملية تضليلها، وبعدين أضغط على الفورمات بنتر، وبعدين أنزل عليهم عن النقاط البقية واحدة واحدة أنزل عليهم. بس اضغط عليها راح تتغير، بس اضغط عليها راح تتغير، اللي هي تتغير باستخدام النقطة الأولى اللي أنا ضفتها. يعني أعطيه نقطة بداية وبعدين هو راح ينزل لي النقاط الثانية. نجي للجزء الثاني اللي موجود داخل تبويبة الهوم اللي هو اسمه فونت، اللي هو يتحكم لي بالخط. الفونت معناته الخط. زين انا من اجي اكتب في جزء معين، مثلا اجي اكتب نقول مثلا يا الله، او نقول مثلا السلام، ساعه لي فوق حتى تكون واضحه، السلام عليكم. هذه السلام عليكم انا كتبتها كتابه عاديه. زين من اجي اني اتلاعب بالفونت، هذا الفونت اجي اتلاعب به، بس اسمع تلاعب بالفونت او بس اخلي بالي تلاعب بالفونت، رأسة معناتها داخل تبويبة الهوم داخل جزء الفونت. زين شلون اتلاعب؟ اول شي راح اجي اضلله، ضللته، بعدين راح اجي للتفاصيل اللي موجودة عندي. زين انا اتلاعب بالفونت، شلون اتلاعب بي؟ مثلا اول شيء بالفونت اريد اغير الستايل مالته، الشكل مالته. عندي هواي اشكال موجوده بالوورد، شوفوا طلاب هذا المكان مالتها، اضغط عليه راح تطلع لي هواي تفاصيل. شوفوا شوفوا الفونت مالت شلون قاعد يتغير. هذه كلها تعتبر خطوط موجودة عندنا. طبعا اكو خطوط تعمل عربي وانجليزي،
وأكو خطوط تعمل فقط للغة الإنجليزية وأكو خطوط تعمل فقط للغة العربية. يعني مثلا هذه لغة مو عربية ولا إنجليزية بس موجودة عندي، بس هذه تعمل شنو؟ تعمل إنجليزي وتعمل هذه اللغة الثانية اللي هي اللغة الهندية. أكو لغات هنا شوفون هاي لغات فقط إنجليزية، أكو لغات عربية وإنجليزية. فو مثلا نختار هذه. زين، هذا بالنسبة للستايل يعني الشكل مال من الشكل مال الخط مالتي. نجي المن لحجم الخط مالتي يسمونه الفونت سايز. من هذا المكان شوفونا اضغط عليه واختار الفونت اللي اريده اني او الحجم اللي اريده اني. شلون قاعد يتغير عند الحجم؟ زين، اقدر اغير اكثر من 72؟ نعم اقدر اغير من 72. اقدر اخليه حجم معين، واقدر اجي اكتب هنا رقم معين مثلا اقول له 100، ماكو مشكله راح ياخذ 100. شلون اخذ 100؟ واذا اريد اقول له مثلا 70 ياخذ 70. زين، هنا انا قاعد اكتب بالعربي، نعم ياخذ عربي وياخذ انجليزي ماكو مشكله، بما انه انت الوورد مالتك عربي وانجليزي اذا ياخذ عربي وياخذ انجليزي. زين، عندي هنا شوفونا الطلاب هذا الجروف فونت يعني نمو الفونت يعني عمليه تكبير الفونت بين قوسين. السهم اللي صاعد لي فوق هذا هو عملية تكبير للخط. شوفون ظللت أنا الخط مالتي وراح أجي أكبر. اللي بصفه هذا شنو؟ هذا عملية شاركينج فونت، عملية تصغير أو تحجيم المن للفونت مالتي. إذن هذا تكبير وهذا تصغير. نجي المن للأسفل، هذا شنو؟ اللي هو البولد اللي يسوي ليها اكثر وضوحيه او يعطي لون غامق اكثر او يثخن لي الخط. من اجي اضغط عليه شوفوا شلون قاعد يغير لي، يسوي ليها غامق ويكبر الخط مالته. هذا الشيء يسمونه الايتاليك. الايتاليك احنا نعرفه اللي هو عمليه الميلان للخط مالتي. طبعا اذا تشوفون من اجي اني فقط اخلي الماوس عليه راح يعطيني اسمه لي جوا ويعطيني شنو؟ يعطيني المختصر مالته. يعني هذا البولت من اجي اسوي له كنترول ويل بي يرجع لي، شوف شلون كنترول ويل بي، يعني انا ما مستخدم الماوس مستخدم الكنترول ويل بي. كنترول ويل بي هذا اللي بصفه شنو؟ هذا الايتاليك اللي هو كنترول اي. شوفوا كنترول اي يسوي لي عمليه ايتاليك، او اقدر استخدم شنو؟ الماوس. هذا اللي بصفه شو يسمونه؟ يسمونه اندرلاين، يعني خط اسفل شنو؟ الكتابه. اما اقول له كنترول يو او شو اقول له؟ او اقول له مباشره من هذا المكان. شلون قاعد يضيف عندي خط؟ زين، نوعية الخط اللي يضيفه هم أقدر أحددها. يعني أريد أضيف هذا الخط، أريد أضيف هذا الخط، أريد أضيف هذا الخط، وهذا شلون أختاره؟ أختاره من السهم اللي موجود يم الأندرلاين، مو هذا الأندرلاين، هذا اللي جوا سهم. أضغط عليه راح يعطيني نوعية الخط اللي أريد أضيفه أني. المن للكتابة مالتي. عندي فشي يسمونه الستارك. الستاركت ثرو يعني عملية إضافة خط بالمنتصف. من أجي أضغط عليها شلون يضيف عندي خط؟ عندي بعد شنو هذا؟ السبسكرايب. السبسكرايب خلينا نشوفه حتى يكون واضحتكم. ها سبسكرايب اللي هو اكس 2، تشوفون التو للاسفل، وعندي شنو؟ سبسكرايب او سوبر سبسكرايب.
تشوفون شلون قاعد يتغير عندي؟ اذا هذه تكون للاسفل وهذه تكون للاعلى، هذه للاسفل وهذه للاعلى. هنا شنو هنا؟ التكست افكت، يعني عملية الافكت اللي خاصة بالكتابة، يعني بعض الاضافات الها. من اجي اضغط اشوف الافكت مالتها شلون اريد اسويها، مثلا اريد اسويها بهذا الشكل او بهذا الشكل او بهذا الشكل. صارت عندي السلام عليكم بهذا الشكل. هذه شنو هذه؟ هذه يسمونه التكست هايلايت كلر، يعني تسوي له هايلايت، يعني تميزه بين قوسين. هذا وين يستخدمونه اكثر شيء؟ يعني انا مستخدمه هنا، اذا تشوفونه شوفون عندي هذا الوورد مظلل على هاي التفاصيل، مظلل على هذه التفاصيل، مظلل على هاي التفاصيل. ليش؟ ليش مظلل بهذا اللون؟ اذا اني اعطي اللون اللي يميز لي هذا العمل على العمل الباقي. مثلا اذا اعطيته لون اخضر على سبيل المثال معناته انه هذا الشيء انا مكمله. اذا اعطيه مثلا لون اصفر مثلا هذا الشيء لازم ارجع له مره ثانيه. اذا اعطيه لون احمر معناته هذا الشيء بيغلط، هذا الشيء تابع لي انا احدده. اذا هم مسوين هذا الشيء حتى شنو؟ حتى تضيف التفاصيل اللي تريدها انت على يمين على الخط مالتك، يعني تسوي له هايلايت، يعني تميزه بين قوسين. وتقدر تسوي له نو كلر ويرجع ما بي شيء. عندي هنا شنو؟ عندي هنا الفونت كلر، لون الخط، اقدر اضغط عليه واختار اللون اللي يعجبني. اخوان الطلاب اللون اللي يعجبني اضيف علي. طبعا هنا انا اختاريت الاحمر. ليش صار بهذا الشكل؟ ليش ما صار كله احمر؟ ما صار كله احمر لان انا مسوي له تكست افكت اللي هو هذا تكست افكت. اوكي راح يغير لي الشكل مالته واللون مالته، بس انا من اجي اعطيه هنا لون احمر راح يعطيني اللون الاحمر حسب من حسب التكست افكت. هذا شنو هذا اللي موجود عندي؟ يسمونه كلير فورماتنج، اللي هو يرجع لي التكست مالتي مثل ما كان بالبدايه، يعني قبل ما اكبر الخط وقبل ما اغير لون الخط وقبل ما اغير الافكت مالته او التكست الشكل مالته وقبل ما اسوي له اندرلاين. هاي التفاصيل كلها يلغيها مباشره منين؟ من كلير فورماتنج، اللي هو عمليه مسح الفورماتنج اللي انا مسوي لها او الاضافات اللي اني ضايفن لها. هذه كلها شو يسمونها؟ يسمونها الفونت، اللي تكون جزء من الهوم، الهوم تاب، او يسمونه الهوم رايبون، تبويبة الهوم. اوكي بالنسبة لباقي التفاصيل ان شاء الله اشرحها بالمحاضرة السابقة، لان حجم المقطع شوية صار كبير. أتمنى لكم التوفيق طلاب، ونشوفكم إن شاء الله بالمقطع القادم.